الفضائيه لو شافوا ان احنا بنتكلم من هنا كلهم هيجوا ياخدوا الميكروفونات. فيعني اولا ارحب بالاعلام المصري والاعلام العربي وهذه الكوكبه العظيمه اللي انا شايفها النهارده. سعيد جدا بتجمعكم، وده معناه ان هناك في مصداقيه لاعمال اتحاد المنتجين العرب على الساحه العربيه. وايضا ما اطلق النهارده من حب مصر ده دليل على ان الاعلام المصري والاعلام العربي ايضا ماشي معانا في المبادره اللي احنا اطلقناها سنه 2011، وهي كل احنا العرب كلنا بنحب مصر. المطارات عندنا في البلاك ليست وفي ازمه كبيره جدا، ففكرنا النهارده ان يكون البديل والعظيم اللي هو موجود واللي احنا دايما بنقوله ان السائح العربي واحد فقط بمليون سائح اجنبي. وعشان كده بنقول السياحه العربيه هي اللي هتكون ان شاء الله قاعده في شغلنا. مبتدى دوت كوم.